ميركاتو الشتاء في الدوري المصري بداية مثيرة وأسماء رنانة وملايين مستعدة للطيران ما بين الأندية. موسم الانتقالات الشتوية رغم أنه بدأ في مصر من 5 أيام بس، إلا أن أنا بتشوف النادي الأهلي داخل وبقوة في صفقات بتعتبرها جماهيره من العيال الثقيل أو بتتمنى ذلك. أسماء كتيرة مصرية وغير مصرية كلها ارتبط اسمها بالنادي الأهلي، بس الصفقة المؤكدة هي الوحيدة هي صفقة تونسية. ناحية تانية، نادي الزمالك بيرتب أوراقه، فيريرا بيحدد احتياجاته اللي منها لعيبة، نادي الأهلي بيحاول أنه يزحمه عليه. في نص أندية تانية بتدور على صفقات، إما علشان تصحح المسيرة زي المصري البورسعيدي والإسماعيلي، أو لزيادة الدعم من أجل مواصلة المسيرة زي سموحة والاتحاد وغيرهم. لكن المؤكد أننا هنشوف سباق كبير جدا، ماراثون ما بين القطبين كالمعتاد على لعيبة متألقة في أندية أخرى، أبرزهم المرة دي مروان عطية لاعب وسط الاتحاد السكندري. شهر بالتمام والكمال هيكون كله أخبار عن الانتقالات، سوق الميركاتو، بس يا ترى يا هل ترى مين اللي هينجح في النهاية إنه يفوز باللي هو عايزه؟ أهلا بكم، حلقة جديدة من برنامج رقم 10. كلام كتير النهاردة اتقال عن الصفقات الشتوية في الدوري المصري، لكن الصفقات الأبرز كانت في النادي الأهلي اللي خلاص بينتظر وصول لاعبه الجديد التونسي محمد الضوي كريستو، واللي بيكتب فصل جديد من مشوار اللعيبة التوانسة في مصر، اللي واضح كده أن في كيمياء ما بينهم وبين الدوري المصري، لأنهم بالورقة والقلم من أنجح اللعيبة العرب والأجانب اللي لعبوا في الدوري المصري. تعالوا مع بعض بقى كده نستعرض أبرز اللعيبة التوانسة اللي لعبوا في الدوري المصري. زي ما قلنا إن التوانسة هم الأنجح في الدوري المصري، طبعا نبتدي بأيقونة التوانسة في النادي الأهلي، كابتن علي معلول هو التونسي الأكثر نجاحا في الملاعب المصرية على الإطلاق. ده طبعا بالحديث عن الأرقام، هو المحترف الأبرز في النادي الأهلي خلال السنوات الأخيرة، تألق بقميص الأحمر، وطبعا تعتبره الجماهير أنه من أبناء النادي ولا تعتبره أنه لاعب أجنبي مش مصري أو لا ينضم للنادي الأهلي. انضم معلول للنادي الأهلي في صيف 2016 قادمة من الصفاقسي التونسي في صفقة قدرت بنحو 1,000,000 دولار. معلول شارك مع النادي الأهلي في 219 مباراة في مختلف البطولات بمعدل دقائق وصل إلى 19,170 دقيقة لعب. خلال المباريات دي سجل معلول 39 هدف وصنع 65 هدف وتلقى 19 بطاقة صفراء، لم يتحصل علي معلول علوله على أي بطاقات حمراء. في الدوري المصري شارك معلول مع الأهلي في 138 مباراة، سجل فيها 29 هدف، صنع 40 هدف، معدل عالي جدا. في دوري أبطال أفريقيا لعب 58 مباراة، سجل 17 هدف وصنع 4 أهداف. أما في كأس مصر لعب 11 لقاء وصنع 6 أهداف. معلول كمان توج مع النادي الأهلي بأربع ألقاب في الدوري المصري، مواسم 16-17 و17-18 و18-19 و19-20 على التوالي. كمان توج بلقبين في كأس مصر 16-17 و19-20. ألقاب كمان علي معلول مع السوبر المحلي 17-18 18-19 21-22، وكمان ليه لقبين مع النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا مواسم 20 و21، ولقبين في السوبر الافريقي مواسم 20-21 وموسم 21-22. كمان علي معلول شارك مع نادي الاهلي في 5 مباريات ببطوله كاس العالم للانديه، صنع خلالها هدف وحيد و
توج بالميدالية البرونزية مع النادي الأهلي مرتين، طبعا من أنجح الصفقات علي معلول في تاريخ الأندية المصرية. اللاعب الثاني اللي معانا برضو من الصفقات الناجحة في الدوري المصري فرجاني ساسي، واحد من أنجح التوانسة اللي لعبوا في الدوري المصري نادي الزمالك. الجماهير الزملكاوية بتحبه جدا وما زالت يعني بتتذكر تألقه مع الفريق، بتمني النفس ان هو يرجع مرة تانية منذ رحيله في صيف 2021. فرجاني كمان برضو ليه أرقام مميزة جدا مع نادي الزمالك. في صيف 2018 كان قادما من نادي النصر السعودي، لعب مع الفريق 102 مباراة بمعدل دقائق وصل إلى 8391 دقيقة. فرجاني ساسي بيسجل مع الزمالك 16 هدف وبيصنع 17 وتلقى 23 بطاقة صفراء وثلاث بطاقات حمراء. كمان فرجاني ساسي لعب مع نادي الزمالك في دوري أبطال أفريقيا 17 مباراة، سجل فيها هدف وحيد وصنع ثلاث أهداف، ولعب كمان في الدوري المصري 64 مباراة سجل فيهم 12 هدف وصنع 11 هدف. بيتوج النجم التونسي مع الزمالك بلقب الدوري المصري في الموسم 2021 أو 2021، وكمان لقبين في كأس مصر 2018-2019، الكونفدرالية الأفريقية 2019 سوبر مصري 2020 والسوبر الأفريقي 2020. من أنجح برضو اللعيبة فرجاني ساسي مع نادي الزمالك هنا في الدوري المصري. نروح للنموذج الثالث، أنيس بو جلبان انضم لنادي الأهلي في يناير 2007 واستمر مع الفريق حتى 2009 لمدة سنتين، قضى خلال القلعة الحمراء عامين، إلا أن الجماهير ما زالت بتتذكره، خصوصا أن أنيس بو جلبان منذ أن رحل عن نادي الأهلي بس في اتصال، في كونكشن ما بينه وبين إدارة نادي الأهلي، كل فترة هو بيرشح لعيبة أفارقة علشان ينضموا لنادي الأهلي. أنيس بو جلبان لعب لنادي الأهلي 63 مباراة بمعدل دقائق وصل إلى 3982 دقيقة، صنع خلالها 3 أهداف وتلقى 15 بطاقة صفراء. في الدوري المصري أنيس بو جلبان لعب مع نادي الأهلي 35 مباراة، في دوري أبطال أفريقيا بيشارك فيه 23 لقاء. بيتوج أنيس بو جلبان مع نادي الأهلي بثلاث ألقاب في الدوري المصري مواسم 2006-2007، 2007-2008 و2008-2009 على التوالي، بجانب كمان الفوز بدوري أبطال أفريقيا موسم 2007-2008، السوبر الأفريقي موسم 2006-2007، حقق لقبه الوحيد في كأس مصر مع النادي الأهلي موسم 2006-2007، وكمان السوبر المصري 2008-2009. دي كانت يعني أفضل اللعيبة التوانسة اللي هم كان ليهم تواجد كبير جدا وأداء مميز جدا في الدوري المصري، لا خلاف على هؤلاء اللعيبة سواء من قبل جماهير النادي الأهلي أو قبل جماهير نادي الزمالك. معانا برضو نموذج آخر من اللعيبة التونسية قادما من الساحلي، النجم الساحلي التونسي اللي عمل حفلة علشان يودع لاعبه الصاعد محمد الضوي كريستو صفقة النادي الأهلي القادمة. ده حصل الحفلة دي قبل ميران النهاردة، كمان احتفل برحيل عن صفوف الفريق والانضمام إلى النادي الأهلي. من المنتظر أن يصل كريستو إلى القاهرة خلال 48 ساعة قادما لإتمام انتقاله إلى النادي الأهلي رسميا في صفقة تصل إلى قيمتها إلى 1,200,000 دولار. ده الفيديو طبعا اللي احنا بنستعرضه دلوقتي، هو فيديو الأخير، فيديو الوداع من النجم الساحلي للاعب محمد الضوي اللاعب التونسي اللي إن شاء الله جاي خلال 48 ساعة علشان يلتحق بصفوف النادي الأهلي. في الكتيف متاع الجروب سينيور. اسمي كريستو، جاي من ولاد حومتي،
بلعب معهم انا صغير، هم اكبر مني وكل جت من عندهم معناها، بقيت تبع فيها اللي هنا. جيت صغير لهنا ما بعدنا معنا صغار، احنا في الكومبلكس كبرنا مع بعضنا وعشت برشا حاجات حلوين في السنتر وكل. عمر الطوال كبير برشا، دز معنا برشا وقف معنا برشا في ظروف خايبة، نشكرهم برشا على الوقت نتاعهم. خلونا نتكلم شوية عن الصفقة دي. بينضم إلينا من تونس صحفي تونسي نجيب المجريسي. نجيب صباح الخيرات، يعني صفقة مهمة بتنضم للنادي الأهلي، كلمنا شوية عن تفاصيل الصفقة دي وإزاي الجمهور في نجمة ساحلي بيرى انضمام محمد الضوي كريستو إلى النادي الأهلي. مساء الخير أستاذ رجائي، ومساء الخير لكل المشاهدين الكرام. مساء الخيرات سيد نجيب. كنت بسألك عن أصداء انتقال محمد الضوي إلى النادي الأهلي، وإزاي الجماهير في النجم الساحلي شايفة هذا الانتقال؟ والله الحقيقة صفقة محمد الضوي، صفقة انتقاله لنادي الأهلي المصري، بين مؤيد ورافض من بين جماهير النجم الساحلي، بما أنه لاعب صغير السن، لاعب مهاري لديه مستقبل كبير ينتظره. كانوا يتمنوا جماهير النجم الساحلي أنه يبقى محمد الضوي في الفريق باعتبار أنه قيمة ثابتة، وبرهن على ذلك خلال الموسمين الفريقين، رغم صغر سنه، رغم أنه لاعب تقريبا ما تزوجش ال 19 سنة، لكن هو تقريبا الهداف لغاية دلوقتي. سيد نجيب ما سمعتك، سمحت. هو الهداف إلى الآن بطبيعة الحال، هو هداف الفريق، يعني إلى حد الآن مسجل 5 أهداف مع مساهمة في هدفين خلال المباريات الأخيرة. أيضا كان حتى في الموسم الفارض قدم مستويات كبيرة، سجل عدة أهداف. لاعب يمكن ينبأ أنه باش يكون من بين العناصر المتميزة حتى في المنتخب الوطني التونسي في قادم المناسبات. كما قلت لك، يمكن اللي خلى عجل برحيل محمد الضوي على النجم الساحلي هو الأزمة المالية اللي يعيشها الفريق، باعتبار أنه فريق مقبل على عديد الملفات الحرقة، خلات أنه إدارة النجم تشوف أنه محمد الضوي نجم يكون حل من الحلول، خاصة أنه صفقة محمد الضوي كانت موجودة معها أيضا الاتفاقية متاع كوليبالي، نعرف سليمان كوليبالي، باعتبار أنه فما مبالغ، يعني هي الغرامة. سيد نجيب، غرامة كوليبالي هي مفتاح موافقة النجم الساحلي على صفقة محمد الضوي. بالضبط، هي لحسمة الصفقة، هي مفتاح الصفقة. كما نعرفوا 1,250,000 دولار كانت قيمة الصفقة، اللي كيما المبلغ اللي قضاه النجم الساحلي، تم خصم 900,000 دولار باعتبار انه مازالوا قسطين للنجم الساحلي 450 و450، تم خصمهم. النجم سيتقاضى في الصفقة هذه 350,000 دولار فقط، باعتبار انه 900,000 دولار تم خصمها من النادي الاهلي المصري، وبالتالي غلق ملف سليمان كوليبالي، وهذه حاجه تحسب لاداره النجم الساحلي ورئيس النجم عثمان جنايح، اللي حب يضرب عصفورين بحجر واحد، انه يحاول يلغي الغرامه الاخرى ويخلي النجم الساحلي يمشي في طريق التسويق. الحقيقه باش نكون واضح معك، نفتح قوس انه النجم في الموسم هذايا هو موسم الانقاذ، موسم خاصة بعد يمكن فما عدة خطايا مسلطة على النادي. النجم قاعد يرتب في بيته قبل ان يعود يمكن في المواسم القادمة الى مكانه الطبيعي. عظيم. واكيد باش يعود بمكانه الطبيعي، باعتبار انه صحيح اليوم خرج محمد الضوي، لكن النجم هو منجم للاعبين الشبان. اكيد هو معروف، يعني نادي النجم الساحلي ان هو منجم للاعيبة الشبان. كنت برضه عايز اسالك سيد نجيب عن المركز اللي بيلعب فيه او اللي بيوجد فيه محمد الضوي، هل هو مهاجم او جناح صريح؟ محمد الضوي هو لاعب كما نقولوا في تونس لاعب جوكر، ولا حتى في مصر نقولوا لاعب جوكر. في لعيبه فعلا سيد نجيب بيكونوا لعيبه جوكر، بس في لاعب بيبرع في احد دي الحته بتاعته اللي بيسموها ايه، على الكومفورت زون بتاعته، يعني
بالضبط، هو افضل مركز يلعب فيه محمد الضاوي هو جناح ايمن. جناح ايمن. لكن شفناه حتى منذ وجود المدرب لسعد الدريدي في الموسم الفارط، وقت تم تصعيد محمد الضاوي الى فريق الاكابر كان لعب حتى تحت المهاجم، يعني كصانع العاب، يجيد ايضا اللعب كصانع العاب، يجيد اللعب في مركز جناح ايمن، لعب في بعض المباريات حتى كجناح ايسر، يعني لاعب اللي نجم يلعب في اكثر من مركز، لعب في يمكن في مناسبه او اثنين حتى كمهاجم صريح. لكن باش نكون واضح في الاجابه على سؤالك، المركز المحبب لمحمد الضاوي هو جناح ايمن، واللي تقريبا خاصه اليوم مع اصابه لاعب الاهلي في نفس المركز هذا يعني فوائد قوم عند قوم او مصائب قوم عند قوم فوائده. بالضبط ينجم يكون حل من الحلول للنادي الاهلي المصري، واكيد انه باش يستفيد الاهلي المصري من امكانيات محمد الضاوي، خاصه انه لاعب صغير السن ومازال باش يتطور اكثر في المواسم القادمه. هو كان يلعب في نادي كبير باش يلعب ايضا في نادي كبير اسمه الاهلي المصري، واكيد تجربه علي معلول وتجربه الاهلي مع اللاعبين التوانسه ديما في اغلب المناسبات ولا مع انيس بوجلبان ديما تكون موافقه. سيد نجيب قول لي، هو المفروض يعني حيصل القاهره تحديدا امتى؟ اليوم تم تقريبا حسم الملف والاتفاق النهائي، خاصه انه يمكن نزيد نعطيك بعض المعطيات على العقد. العقد سيشمل ايضا، فما بند في العقد يقول في صوره اعاده بيع اللاعب باش يستفيد النجم من 15%، يعني نسبة 15% في صورة ما الأهلي فرط في محمد الضاوي أو تم بيعه لفريق آخر، النجم سيستفيد من نسبة 15%. كان حاضر اليوم الأستاذ خالد مرتجي، وكانت له جلسة مع رئيس النادي، تم توقيع الاتفاقية هذه اللي يمكن هي الوحيدة اللي قعدت ناقصة، وتم يعني حسم الصفقة بنسبة 100%، وسيكون التحول من تونس الساعة 11 يوم الجمعة تقريبا، باش يكون في حدود الواحدة بعد الزوال نهار الجمعة موجود في القاهرة صحبة خالد مرتجي. محمد الضاوي حيكون يوم الجمعة الساعة 1 ظهرا إن شاء الله في القاهرة. بالضبط. أوكي. بالضبط. سيد نجيب المجرسي، أنا بشكرك شكرا جزيلا، من تونس كنت منضم إلي، أشكرك شكرا جزيلا. ده كلام عظيم جدا. طيب احنا لسه مكملين في صفقات النادي الأهلي، في الخبر اللي طبعا كل جماهير نادي الأهلي اللي كانوا تابعوه طلع ترند، اللي هي فيما لا وصل بصفقة المهاجم الغاني عبد العزيز يعقوب، اللي باتت مهددة بالفشل بعدما اللاعب أجرى الفحوصات الطبية اللي أظهرت بعض الملاحظات الخاصة بمشكلة في ركبة اللعيب. الأهلي قرر أن هو يراجع الفحوصات الطبية بالكامل ويبعتها لخبير أجنبي قبل اتخاذ القرار النهائي، سواء أن هو يتمم الصفقة أو أن هو يتراجع عن هذه الصفقة. الأهلي كان توصل بالفعل إلى اتفاق مع ريو أفي الفريق البرتغالي اللي كان بيلعب فيه يعقوبو، اتفق معه على كافة تفاصيل الصفقة، هتكلف إن تمت طبعا الصفقة هتكلف خزينة النادي حوالي 2.5 مليون دولار. احنا لسه مع في هذا الخبر طبعا هاتفيا مع الأستاذ عبد الرحمن الشويخ، صحفي المتخصص في الاقتصاد الرياضي. كنت عايز أسأل حضرتك حاجة أستاذ عبد الرحمن، دلوقتي الأرقام اللي إحنا الأندية المصرية يعني بشكل عام بتروح بتتعاقد بيها مع الأندية الأخرى مقارنة بالأندية اللي موجودة مثلا في شمال أفريقيا، إحنا ليه بنحط أرقام أعلى من الأرقام المرصودة للعيبة؟ مساء الفل أولا، وتحياتي ليك وكل سنة وأنتم جميعا بخير، وكل الشعب المصري وكل العالم كله بخير ان شاء الله. انا سعيد عليك يا رب وعلى كل حبايبك استاذ عبد الرحمن. علينا جميعا. للامانه احنا عندنا مشكله كبيره في مصر في عده امور في اداره الملف ده. وهي عمليه معقده، يعني خصوصا الانديه، لو حضرتك هنتكلم رقميا علشان الناس تبقى فاهمه احنا وضعنا ايه في سوق الانتقالات. لو احنا قلنا ان
في آخر منذ عام 2010 أكثر أندية أفريقيا إنفاقا على الصفقات الخارجية، الصفقات الخارجية وهي التعامل مع اتحادات خارج الاتحادات المحلية. وفقا لتقرير صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم في الفترة دي، نادي بيراميدز رقم 1 في أفريقيا، نادي الأهلي رقم 2 في أفريقيا، نادي الزمالك رقم 4 في أفريقيا. معلش ممكن تقول تاني نتائج التقرير؟ وفقا للتقرير أنه منذ عام 2010 حتى عام 2021 تمام، أكثر أندية أفريقيا إنفاقا على الصفقات الخارجية وهي معنى يعني تعني جلب لاعبين من اتحادات خارج الاتحاد المصري تمام، بحسب رصد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا نادي الأهلي رقم 2، نادي بيراميدز رقم 1، بيراميدز رقم 1 الذي بدأ مسيرته سنة 2018 فقط هو رقم 1 على مستوى أفريقيا في جلب الصفقات من الخارج. في أرقام بتوتال الإجمالي هي الأرقام بتبقى سرية ما بتعلنش مجموع الرقم الواحد، ولكن بيعلن مجموع الأرقام، يعني مجموع الأرقام في الفترة دي تتجاوز 101 مليون دولار في العشر سنوات في العقد الماضي اللي هو من 2011 لحد 2020، وصلت 101 مليون دولار أنفقتها جميع الأندية المصرية. طب ده يرجع لإيه؟ يعني هنا يعني لو عايزين نتكلم مع يعني مين المخطئ في الموضوع؟ هل هو سوء تقدير؟ هل مثلا في الأندية هنا في مصر بتحاول تتسابق على خطف اللعيبة من بعض فبيدوا بيحطوا أرقام أعلى ليضمنوا موافقة اللعيب وموافقة النادي، ولا إيه؟ إيه المشكلة بالظبط؟ المشكلة أولا إن في معظم الأندية في العالم في فريق عمل اسمه فريق الكشافة أو فريق الإحصائي لأي نادي اللي هو بيرصد اللعيب وهو وموهبة لسه واعدة ما وصلتش لمرحلة إن هي يعني تكون لها أرقام معينة من خلالها بنستكشف إن اللعيب ده لعيب واعد ونستطيع الاستثمار فيه من حيث إن أنا ممكن أبيعه تاني زي ما بتعمل أندية شمال أفريقيا وإحنا بنروح نجيب منها اللعيبة بعد ما هي بتكون جايباهم بمبالغ مالية قليلة جدا وبندفع مبالغ كبيرة علشان نشتريها منهم. ده احنا ما عندناش النظام ده، ما عندناش ناس موجودين في افريقيا بيستكشفوا لعيبة، ما عندناش الكونتاكت دي بشكل كويس. ده رقم واحد. رقم اتنين ان الادارات في مصر معظم الادارات تخضع تماما منذ غياب الجماهير عن الملاعب، أصبحت السوشيال ميديا تتحكم في سوق الانتقالات بشكل كبير للاعبين. الجماهير على السوشيال ميديا تهاجم الإدارات، الإدارات تحاول سريعا البحث عن مخرج بالتعاقد مع لاعبين جدد. الجماهير بغض النظر عن الرقم الموضوع في اللعيبة، يعني هقول لحضرتك مثال بسيط جدا. النادي الأهلي وهو نادي يمتلك حوالي 4 مهاجمين، أي نعم منهم من سيغادر في فترة الشتاء، ذهب لشراء مهاجم سيكلفه 3 ملايين يورو وفقا للمصادر البرتغالية. 3 ملايين يورو، صفقة محددة هي بالإلغاء أصلا. راتب اللاعب، شراء العقد سيكلف الأهلي 3 مليون يورو، بخلاف الراتب الذي سيحصل عليه اللاعب ربما يصل إلى 1.2 مليون يورو. ده ليه؟ لأنه الجماهير شايفة أن المهاجمين اللي في الفريق مش فعالين بالشكل الكافي، والمدير الفني نفسه اللي يبدو أنه ليس هو صاحب اختيار حق اختيار هؤلاء اللاعبين من البداية، أو جال المهاجمين أو أيا كانت الطريقة التي تم بها اختيار اللاعبين، هو خرج علانية في المؤتمر الصحفي وقال انه ما يعني غير راضي عن مستوى الاداء الهجومي لفريقه. ده جزء مهم جدا، وهو برضو ان احنا ما بناخدش راي المدير. بس تقريبا برضو عشان يا استاذ عبد الرحمن عشان برضو ما نظلمش الراجل، هو لو انا يعني الذاكره تحضرني ان معظم اللعيبه اللي موجوده كانت موجوده قبل ما مارسيل كولر يجي، يعني تمام
احنا مش احنا في الاهلي ما بعض اللعيبه تم التعاقد معاها قبل المدرب ما يجي، وبعض اللعيبه طلبها وما جاتش وكان في صعوبه في التعاقد معاها، ده حصل. وفي لعيبه جت في وجوده، ففي كل الحالات حصلت يعني. طيب في طلبهم ما جوش، وفي ما جوش، في كذا حاله. في الزمالك المشرف على الكره اعلن صراحه انه دور المدير الفني استشاري ومجلس، وهو بدوره المنوط به جلب اللاعبين صراحه. فالامر هنا بس برضو انا اعتقد، انا ما اعرفش، انا بحط الكلام بتاع حضرتك امام حقائق موجوده. يعني مثلا في صفقه عبد الله السعيد اللي مدير فني لنادي الزمالك هو الوحيد اللي مش موافق حتى الان، حتى اللحظه دي، على الصفقه. لا، هو موضوع عبد الله السعيد ده موضوع مختلف. لانه موضوع عبد الله السعيد كواليسه كتير، واصبحت ماده شبه يوميه في شبه موسميه في فتره الانتقالات. مفيش فتره انتقالات بتعدي ربما يعني يكون لها كواليس لرفع الحرج عن الاداره نفسها مع اللاعب. ليس الا، ولكن في الاصل انه موضوع عبد الله السعيد يعني موضوع اصبح ممل. كل فتره انتقالات الخبر الرئيسي انتقال عبد الله السعيد للزمالك الذي لا يتم، يعني ده امر يعني. لكن التصريح الخاص بانتقاء اللاعبين موجود، وموجود على يعني مصرح به وموجود معترف به، يعني مش هو موثق وليس تصريح قيل في غرف مغلقه. في مفهوم كده بيسمى بقواعد اللعب المالي النظيف. تمام. شايف ازاي ممكن امكانيه تطبيقه في الدوري المصري كره القدم؟ حاجة أشبه بالمستحيل، أي عدد من المستحيلات اللي ممكن نسميه. ليه يا فندم؟ ليه؟ لأنه الأندية في مصر بطبيعتها نظامها مختلف عن نظام أندية، أي نظام لأندية في العالم أجمع. لدينا أندية تابعة لهيئات وأندية لشركات. طب أنا أستأذنك قبل ما نخش في التفاصيل دي. وأندية أهلية تابعة لوزارة الشباب والرياضة. تمام، ممكن بس أستأذنك تشرح للناس يعني إيه معنى هذا المفهوم اللعب المالي النظيف؟ تمام، اللعب المالي النظيف هو معايير يتم وضعها من قبل القائمين على تنظيم أي مسابقة، بحيث يكون هناك توافق ما بين قيمة المصروفات وقيمة الإيرادات. مؤخرا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا قال أن المصروفات يجب ألا تزيد عن 70% من الإيرادات. تمام، في نظام يتم تطبيقه تدريجيا خلال الثلاث سنوات المقبلة. تمام. طب بالنظر إلى ذلك في مصر، لو احنا فكرنا في ذلك، أولا ميزانيات الأندية المعلنة، الأندية فقط التابعة للشباب والرياضة والتي يتم عليها تفتيش حكومي وتخضع للجهاز المركزي للمحاسبات، هي فقط هي ممكن بس اللي احنا نطبق عليه هذه المعايير ميزانيتها. ندقق المعايير، هل هي بتتبع المعايير او لا؟ بالضبط. طيب احنا اخر ميزانية معلنة بالنسبة لنا مؤخرا هي ميزانية النادي الأهلي. إذا قمنا بتنحية نشاط كرة القدم جانبا وحساب مصروفاته وإيراداته في النادي الأهلي، نجد أن هناك عجز مالي قيمته 198 مليون جنيه في نهاية العام المالي 2021-2022. عجز مالي قيمته 198 مليون جنيه في نشاط كرة القدم في النادي الأهلي، النادي الأعلى إيرادات في مصر، وهو بالطبع الأعلى مصروفا. ده حقيقي. أستاذ عبد الرحمن الشويخ، يعني للحديث في شجون زي ما بيقول، يعني أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد الرحمن الشويخ، صحفي المتخصص في الاقتصاد الرياضي. طيب خلونا نروح بقى لي يعني حاجة بنسميها إيه، بارقة أمل كده ما بين النماذج المصرية، الطيور المهاجرة في الدول العربية. كابتن مصطفى مرعي مدرب فريق دارنس الليبي، نجاحات المصريين مش بس في الدوري المصري، كمان في الدوريات العربية شفنا أكتر من تجربة. عندنا في الوقت الحالي كابتن مصطفى
مرعي بيقود فريق درانس الليبي بيحقق معاه نتائج جيدة جدا في الدوري هناك. حاليا الفريق بيحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى من الدوري، عشان الدوري هناك الليبي بينقسم لمجموعتين. الفريق بيمتلك 15 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن أهلي بنغازي اللي هو متصدر، وبنفس عدد النقاط مع فريق النصر، إن كان طبعا النصر متفوق بفارق هدفين. الفريق بعد مرور 9 جولات فاز في 4 مباريات، تعادل في 3 مباريات، خسر مبارتين، وأحرز 9 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف. يعني أرقام مشجعة جدا. معانا دلوقتي الكابتن مصطفى مرعي عشان يكلمنا شوية عن تجربته في الدوري الليبي. كابتن مصطفى يا صباح الفل، كلمنا شوية عن هذه التجربة يعني الملهمة للمدربين المصريين في الدوريات العربية. صباح الفل عليك كابتن رجالي، وإن شاء الله نستمتع مع بعض. الحمد لله، والله أنا هنا في الدوري الليبي الممتاز مسكت نادي دارمس. نادي دارمس كان السنة اللي فاتت بصارع الهبوط، ربنا كرمني، عامل لغاية دلوقتي دور أولاني مميز في ظل ظروف إن إحنا بننافس النادي الأهلي بنغازي ونادي النصر، وفي نادي الأخضر بيلعب الكونفدرالية الإفريقية في المجموعات. الأندية دي لو قلت لك الميزانيات بتاعتها داخله في 27 مليون و23 مليون و20 مليون دينار. انا الميزانيه بتاعتي لغايه دلوقتي صرف 1 مليون بس، فمفيش وجه مقارنه. ربنا كرمني، عامل حاله كويسه نادي دارمس في مدينه دارنا. يمكن شبه فرق بيني وبين النادي الاهلي بونت واحد. دي ارقام يعني كابتن مصطفى، معلش احنا عايزين بس الارقام دي من يعني لا تمر امامنا مرور الكرام. الفريق بيصارع على الهبوط الموسم اللي فات، تحت قيادتك هو دلوقتي في الرقم 3 على الدوري في المجموعه بتاعتكم، صح كده؟ والميزانيه بتاعتكم مقارنه واحد مقرر، نعم، والميزانيه 1 مليون دولار فقط. مليون دينار. دينار ليبي. تمام. يعني 6 مليون مصري. صارفين لغايه دلوقتي 6 مليون مصري. تمام. وفي فرق الاهلي. يا ارقام اعجازيه يا كابتن يعني. طبعا. طبعا. الشغل، انا هقول معلومه ما حدش يعرفها، يمكن حضرتك اول حد يعرفها. اتفضل. انا من ولاد الكابتن مشير عثمان. زي ما كابتن ايمن الرمادي اللي ماسك اسوان وعمل طفره من ولاد الكابتن مشير عثمان، وعلى فكره وبميزانيه قليله جدا برضو، يعني في اعتقد تشابه في التجربتين. انا الاول بشكر كابتن مشير عثمان لان احنا اتربينا على ايديه في التدريب، وكابتن ايمن الرمادي اتربى على ايد الكابتن مشير عثمان في الامارات. اللي انا عاوز اقوله لك، احنا لسه دلوقتي بنكتشف كابتن ايمن الرمادي. كابتن ايمن الرمادي دخل في 55 سنه ولسه بنقول عليه اكتشاف. الفرق بيننا وبين اي حد ان هنا الناس بتقدر الشغل، بتقدر تعبك. بتقدر تعبك، مش شرط ماده. بتقدر تعبك ومجهودك ان انت بتنجح. خدنا الفرصه بره البلد، بره بلدنا. احنا مشكلتنا في مصر ما فيش الجراءه. عظيم جدا. طب خلينا ربي. تمام، خليني اسال حضرتك سؤال بيدور في الاذهان المصريين اللي موجودين في الدوري الليبي، سواء كان مدربين او لعيبه، تواجدهم شكله عامل ازاي؟ والله احنا معانا الكابتن محمد عوده. خلي بالك، احنا مشكلتنا بره في الدول العربيه او دول الخليج، يعني احنا الدوري هنا الليبي المجموعتين شبه كلهم مدربين توانسه. تجربتي خلت نادي الهلال يتعاقد مع الكابتن محمد عوده. الاتجاه بقى دلوقتي ان احنا كل 3/4 الدوري الليبي دلوقتي بيقول لك المدرب المصري ناجح. ده عظيم جدا، تجربه ملهمه يعني. الحمد لله، عوده كان جاي برضو مسك فرقه الهلال. كانت ما حالفهاش الحظ مع مدرب تونسي.
ربنا كرمه، جه دلوقتي بقى سادس في الدوري الليبي. تمام. في نفس المجموعه بتاعت الاولى. تمام. فاحنا احنا عنوان لمصر. بنحاول زي ما كابتن طارق مصطفى في المغرب. ماشي كويس. المشكله بس ان الجراءه اللي هي مجالس الاداره، انا دلوقتي عندي 46 سنه 47 سنه. هو مش شرط ان انا يبقى عندي 60 سنه عشان امسك في الدوري الممتاز. احنا بنبقى محتاجين الفرصه. مصر مليانه كفاءات ومليانه مدربين كويسه غيري كمان. تمام. فهي بتبقى محتاجه من مجالس الاداره الشجاعه. عظيم يدي جدا. يدي الفرصه وما يخافش، بما انه بيدي الفرصه عظيم جدا. للكبير. قول لي يا كابتن مصطفى، اخبار اللعيبه المصريين معاك في الفريق ايه بقى؟ والله انا لسه انا جيت على فريق متكون للامانه. لازم اشكر كابتن باسل شحات مدير الكوره. ان هو كان لعيب في النادي الاخضر وفي النادي الاهلي. جه واشتغل معايا قبل كده في النادي الاخضر من 2015. تمام. فهو كان مقتنع بقدراتي الفنيه وجابني لنادي غرنس. هو اللي كون الفريق. فاحنا ما كناش لسه جبنا مصريين يعني، لكن جبنا فرانك اللي هو كان في نادي الجيش. قعد لعب 6 سنين في نادي الجيش. وعامل موسم مميز فرانك بتاع نادي الجيش، لعيب الكونغولي. بس يعني هل في المستقبل مثلا يعني مراكز انت عايز تعززها بلعيبه مصريين من الدوري؟ اكيد طبعا. اكيد حاطين عيننا على لعيبه مصريه. في يناير في لعيبه مميزه كتير. ده كمان ومش شرط برضو من الدوري الممتاز. ممكن يبقى لعيب مميز في الممتاز ده، لان كل لعيبه الدوري الممتاز ده الممتاز ده. وكل الاكتشافات اللي طلعت زي حسين الشحات اكتشفه كابتن وائل فؤاد ولما كان في الشرقيه للدخان. ده حقيقي. واسلام هو الموضوع يعني عايز له يعني عين بتعرف ان هي بيسموها زي زمان الكشافين. على اي حال هي تجربه ملهمه جدا كابتن مصطفى مريم، بشكرك شكرا جزيلا. انا بتمنى لك كل التوفيق في التجربه دي. طيب خلونا نروح لخبر من نادي الزمالك. كابتن اسامه نبيه المدرب العام لفريق الزمالك غاب عن المران الرئيسي النهارده قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهه الداخليه. كابتن اسامه لم يحضر معسكر الفريق المقام حاليا في احد الفنادق. مصادر رقم 10 اكدت ان المدرب قدم اعتذاره عن استكمال مهمته مع نادي الزمالك، ليه؟ رافضا لسياسه فيريرا المدير الفني للفريق وعدم الاعتماد على الجهاز الفني المعاون. دي من الحصريات الخاصه لبرنامج 10. طيب خلونا بقى نروح نستعرض سريعا المباريات، نتائج المباريات للنهارده في الدوري الممتاز. طبعا كان النهارده الماتش الوحيد فاركو طلائع الجيش 1-1. بيتقدم احمد سمير لطلائع الجيش في الدقيقه 13. بيتعادل رزق حمرون لفاركو في الدقيقه 19 من ركله جزاء. خلونا نقول ان طلائع الجيش بيحتل دلوقتي طبعا المركز ال11 بيمتلك 13 نقطه، فاركو في المركز ال15 بيمتلك 9 نقاط. كمان عايز اقول لكم ان يعني تقريبا فاركو وطلائع الجيش اتقابلوا قبل كده 3 مرات في تقارب في النتائج. فاركو فاز مره، طلائع الجيش فاز مره وتعادلوا مره تقريبا من غير اهداف. طيب خلونا بقى نروح نشوف ايه مباريات بكره من الدوري المصري في الجوله ال 12. بدايه الجوله 12 في ماتشات مهمه جدا، انبي والاهلي الساعه 5، الزمالك والداخليه الساعه 7. اما بقى في البريمير ليج الدوري الانجليزي الجوله 19، تشيلسي هيلعب مع مانشستر سيتي في تمام الساعه 10 مساء. خلوني كده يعني احكي لكم حدوته. سنه 1885 فاز فريق بريستون نورث اند الانجليزي على نظيره فريق استون فيلا
بخمس أهداف مقابل صفر، خمس أهداف نظيفة في لقاء ودي. اللقاء ده أسفر عن شغب وأعمال اشتباكات ما بين الجماهير. الحادثة دي اللي حصلت سنة 1885 كانت أول حادثة مسجلة لما يعرف باسم الهوليجانيزم أو أعمال الشغب. خلونا بقى نتعرف أكتر عن التعصب ما بين جماهير كرة القدم مع ضيفنا دكتور عصام عبد السلام، ليه كتاب مهم جدا في الموضوع ده. بس نرجع فاصل، نروح فاصل ونرجع لكم تاني. اهلا بيكم، رجعنا لكم مره ثانيه. كنا بنتكلم على مفهوم التعصب. هنا دكتور عصام عبد السلام، برحب بيك. ليك كتاب مهم جدا بعنوان تعصب ميديا المشكله والحل. عايزين نتكلم شويه عن الكتاب ده، بس قبل ما نتكلم عن الكتاب والطريقه او المنظور اللي حضرتك اخترت ان انت تتكلم فيه او تتناول التعصب منه، عايزين نتكلم او نعرف يعني ايه تعصب. بسم الله الرحمن الرحيم. انا برحب بيك اولا يا استاذ ربائي، وانا شاكر على الدعوه الكريمه ديت في التلفزيون المصري اللي احنا بنفخر بيه وسنظل نفخر بيه. التعصب مصطلح ظهر مع ظهور الرياضه وتطورها، وبقت الرياضه ما بقتش لعبه تمارس، بقت تجاره وبقت صناعه. ده حقيقي. ظهر مصطلح التعصب وخصوصا التعصب الكروي. فاحنا بس عايزين نبتدي نقول للناس يعني ايه تعصب. تمام. فلغويا تعصب لصديقه او لقاه، يعني وقف جنبه ايده او دعمه. تعصب لاهله برضو، الوقوف جنبه والدفاع عنهم. والعصبه هي الاهل والاسره من جانب الاب. ففي الاخر العصبه تقول القوه. القوه هو الدعم، دعم والمحاماه او الدفاع عن، ده التعصب. طب ايه المصطلح التعصب الرياضي بقى؟ ده الانتماء عند الجمهور لنادي معين بيخليه ما بيشوفش غيره. بيوصل لمصطلح التعصب الاعمى، ما بقاش دفاع، لا ما بقتش شايف الا النادي ده. انا اسف، انا ممكن بس يعني استاذنك ان انا اعمل تعديل طفيف. هو مش هو الانتماء السلبي او الانتماء الاكسسيف المتطرف، مش الانتماء في حد ذاته. لا طبعا طبعا. هو تمام. احنا حتى التعصب ليه نوعين، في تعصب ايجابي وفي تعصب سلبي. التعصب للوطن تعصب ايجابي، التعصب للاسره تعصب ايجابي. بس لما بيزيد حاله التعصب ديت، ايوه، لدرجه التعصب الاعمى، أيوة، بيبقى التعصب السلبي. هو خيط رفيع ما بين التعصب الايجابي والتعصب السلبي. تمام. لكن لما يوصل بعد المحاماه والدفاع لدرجه العنف والتطرف في الفكري، التعصب انواعه كتير، تعصب رياضي وتعصب ديني وتعصب فكري، كل ده بيؤدي لسلوك بيزيد حالة العنف والتطرف في قلب الرياضة. تمام. ده ببساطة فكرة انك ازاي توصل للتعصب. طيب، المنظور اللي حضرتك يا دكتور تناولت بيه في كتابك فكرة التعصب، تناولتها من حيث الميديا، ومش فقط الميديا اللي هي التقليدية، لا كمان السوشيال ميديا. كلمنا شوية عن رصدك للمشكلة. فكرة ان احنا نبتدي نتكلم عن ميديا التعصب او تعصب الميديا بإعلامها، الإعلام بشكلية تقليدي والشكل الحديث اللي هو السوشيال ميديا، ان ده اخطر انواع التعصب واحدثهم. احنا البداية في التعصب الجماهيري، وده اللي منتشر واللي احنا دايما بنتكلم عنه. التعصب بيجي دايما قدام منك الجمهور، ولكن حاله الاعلام وتطوره وفكره ان القنوات والبرامج بقى عددها كبير، ابتدت تلعب على الغرائز للمتعصب. المتعصب بيبقى عايز انتصار، غريزه الانتصار، غريزه الانتماء، غريزه التمرد. الثلاث غرائز دول هم جنون الرياضه اللي بيوصلوا لهم كده. والانتصار والتمرد. الانتصار هو دايما عايز يكسب، وبيا رب حتى في ناشئنا كده بيطلع البراعم الصغيرين يقول لك احنا مش متعودين على الخساره، مع ان الرياضه مكسب وخساره. لازم تتقبل الهزيمه
ولازم تتواضع عند النصر. فلازم يبني ده انك انت ممكن تخسر، مش عيب انك تخسر. النقطة الثانية الانتماء، فكرة انك انت تبقى منتمي دي من ضمن الغرائز الموجودة في عند الجنس البشري. انك انت بتنتمي لنادي معين فبتبتدي تدافع عنه بحكم انك انت موجود في قلب بلدك، ولكن لما بتبقى في الخارج انتمائك وحنينك للوطن بيبقى اكبر، لكن هنا بيبتدي الصراع ده. فده اللي خلقته الرياضة، انك انت بتنتمي لنادي وفي منافس تاني او منافسين اخرين فعملت عندك الغريزة ديت. طيب انا ممكن اسأل سؤال؟ اتفضل. قد اتفهم ان انا مثلا كمصري ان انا بشجع او انتمي للاهلي او انتمي للزمالك او الاسماعيلي او اي من الانديه الشعبيه تحديدا يعني، بس انا مش فاهم ان او لا اتفهم ازاي مثلا واحد مصري او واحد سعودي او واحد مغربي او واحد جزائري بيشجعوا، ومش بس بيشجعوا، عندهم انتماء وتعصب لانديه مثلا زي برشلونه او ريال مدريد او مانشستر يونايتد او 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 جه منين الانتماء؟ هذا الانتماء اللي هو ممكن اتنين اتخانقوا مع بعض علشان انا بشجع ريال مدريد وانت بتشجع برشلونه. هي فكره التطور الهائل للاعلام ومصطلح العولمه اللي احنا بينا موجودين. حضرتك دلوقتي بتتفرج على كل الدوريات في وقت حدوثها على الهواء، فبقيت مشجع لنادي معين في الدوري الانجليزي. طبعا معظم المصريين بيشجعوا ليفربول عشان محمد صلاح. اكيد لازم يسألك انت بتشجع ايه في ألمانيا، بتشجع ايه في اسبانيا. والفترة الكلاسيكو الارض ما بين برشلونة وما بين ريال مدريد واذاعته على الهواء والمتعة اللي انت بتتفرج عليها، بتتفرج بقى على الصناعة او زي ما بتقال كده الكورة الحقيقية مش الشبيهة اللي موجودة عندنا. فابتدى انتمائك كمان يتفرع لأندية خارجية وبقى ليها روابط. ما تحزناش بقى يا دكتور. لا خالص، ده احنا لازم نعرف مكاننا فين. أيوه. عشان نقدر نوصل. لكن لو احنا قلنا احنا احسن ناس، الرياضة قوة ناعمة يا استاذ رجاء، والقوة الناعمة دي من العناصر الأساسية لقوة الدولة. لو احنا اهملناها لا احنا بنرجع ورا كتير. في توجه دلوقتي للدولة ان هي، وده حاجة يعني انا اللعبة الحلوة احنا بنقول عليها حلوة، ففي الدولة دلوقتي يعني في توجه ان هي تهتم بنشأ برنامج كابيتانو مصر. انا اتوقع له ان هو بما اننا في خطة، واي حد بيخطط يبقى اكيد بينجح، الناس القائمين على كابيتانو مصر يعني انا يعني ارفع عليهم القبعة عشان عندهم خطة ان الفريق ده بعد 8 سنوات يوصل للأولمبياد ويحقق يعني شكل محترم لما ينبغي عليه ان يكون الفرق المصريه. فده اعتقد ده يعني بارقه امل. اكيد اكيد احنا دلوقتي ابتدينا نعمل مشروع واحنا من زمان كنا بننادي بيه، ويعني جفت السنتنا يعني عشان اللي هي فكره حاجة زي انك انت يعني. فكره ان البطل اللي بيطلع بالصدفه دي المفروض انها تشال من قاموسنا. صحيح. المقدمات الجيده تؤدي الى نتائج ممتازه. صح. لكن فكره ان احنا نفضل عايشين على الماضي لا. صحيح. مش عايزين نبقى فراعنه في الكوره. صحيح. لا احنا عايزين نكون وجودنا دلوقتي ايه اللي احنا هنعمله فيما بعد. فكره برنامج كابيتانو مصر من الافكار الهائله جدا. ده حقيقي. وانا شايف اللي بيحصل في الاعلام المصري وبقى له فتره طويله قوي لا خطوات للامام. احنا ابتدينا ندي قيم، حتى الحملات الاعلاميه اللي موجوده دي بتزيد وابتدت الناس تتفرج عليها وابتدت ترجع مصطلحات احنا كنا بنخاف انها تنقرض. في فيلرز كده. صحيح. وانا عايز برضه اقول حاجه، هو اي نعم الموضوع ده ملوش علاقه برضه بالرياضه او اللي احنا بنتكلم فيه، بس يعني بيتكلم بشكل اندايركت بشكل غير مباشر. المسلسلات اللي بتنتجها دلوقتي الشركه المتحده كلها تحس ان هي في قيم بيتم او رسائل بيتم تمريرها للناس، بدل من يعني سنين كتيره جدا بقى القوى الناعمه في الاعلام في او في 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 البرامج او مش انا اسف في الافلام وفي المسلسلات كانت يعني دمرت اجيال. دلوقتي احنا الشركه المتحده بتعمل حاجه العكس تماما، بتحاول انها تمرر رسائل ايجابيه للمجتمع المصري، بتعيد بالاخلاقيات مره اخرى. فده من الحاجات اخرى اللي انا يعني احب ان انا اشكر القائمين على الموضوع ده. اتفضل. هي فكره انك انت يبقى عندك خطه
عشان ترجع الهوية المصرية تاني وتبتدي تقضي على المراحل اللي كانت قبل كده اللي كان فيها سلبيات كتيرة قوي. المنتج الجيد هو اللي بيطرد المنتج صحيح. المنتج الرديء صحيح. مش فكرة ان انا اقعد اطلع بس اتكلم وانتقد، لا لازم اقدم منتج. ما انا عايز اتفرج انا كمتلقي وكمشاهد ببقى عايز اشوف المحتوى ده صحيح. والدليل على كده مسلسل الاختيار باجزائه وفيلم الممر. فيلم الممر اللي اتفرج عليه في السينما وشاف، انا كنت بروح بحضره مع فئات عمريه مختلفه عشان ارصد رد فعلهم ما عاشوش ده. لا انت تلاقيت مشاعر طالعه منهم، بكا، فرحه، متابعه، بيبتدوا زي كل سينما داخل يتفرج، فبيبتدي الكلام بعد كده ابتدى تسمع صمت. حصل توحد ما بينه وبين الشخصيات لانك انت ابتديت تديله اللي هو محتاجه وسط اللي هو عايزه. شخصيات شبهه وشبه قرايبه بيقولوا له او بيحكوا ملحمه حصلت في التاريخ. احنا عايزين في الرياضه كده، احنا عندنا رموز. انا في الكتاب هنا عامل ثلاث رموز مصريه اتسموا بالروح والخلق الرياضيه. الله. زي محمد علي رشوان. طبعا بطل مصر في الجودو طبعا. واللي عمله في الاولمبياد فكره انك انت مش مجرد تبقى بطل عشان حاطط ميداليات على صدرك بمكسب مزيف. للي ما يعرفش القصه كان بيلعب نهائي الاولمبياد على الميداليه الذهبيه وكان البطل اللي قدام منه اصيب في المباراه قبل النهائي على رجله اليمين، ما لعبش عليها مش صدفه، لا كان باين للتحكيم وان هو فعلا ما رضيش يلعبها وخسر محمد علي رشوان وكسب احترام العالم كله. مش فكره ان انا احمل ميداليه ذهبيه، تم تكريمه طبعا للموقف بتاعه البطولي اكيد طبعا. ده في اليابان عاملين بطوله باسمه وكرم هناك وكرم في مصر برضه وبقى مثال يحتذى به لغايه دلوقتي. صح. محمد صلاح. محمد صلاح وتطوره من بداياته في المقاولين العرب وبعدين راح بازل وحجم الثقافه والشخصيه اللي اتبنت خلال السنين دي خلانا شفنا لاعب كره مصري في مكان احنا كنا بنحلم نقول امتى هيبقى فيه اسم في العشرة. احنا كان في لعيبه عندنا بتحترف بره بنستنى الصوره لما تيجي على المدرجات عشان نشوفها. لا انت محمد صلاح وصلنا لمنطقه تانية طبعا. ايقونه ما عندوش مشكله مع حد. اخلاق وروح رياضيه، المصطلح روح رياضيه برضو اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو ابتدى يندثر. انك انت تعرف يعني ايه روح رياضيه. لما انتصر اكون متواضع ولما انهزم اتقبل الهزيمه، لكن ما اقعدش اقلل دايما من مكسب الاخر وانا مختلف معاه وانا رافض وجوده اصلا. ما هي دي من خطوات التعصب برضه. عشان تعرف نفسك ان انت بتعصب نفسك، متوتر لنفسك، عصبي دايما، مش متقبل اي حاجه للاخر، بل بالعكس انت عايز تشوفه متدمر. يعمل اي موقف هتبتدي تقلل منه. يعني يكفيك اقول لك موضوع قطار الزمالك ومباراه اسوان هنرجع لها تاني. تتخيل ان في بعض الجماهير تكتب على السوشيال ميديا تتمنى حدوث حادث للقطار؟ ايه ليه كده؟ ما هو القطار ده فيه مين؟ ما هو فيه اخويا وفيه اخوك. لما يطلع حد يتكلم عن وقائع تانية قبل كده وينكرها، او تلاقي نفسك بتعمل اوهام لبطولات وتصدقها وتبتدي تعيش عليها، ما دي عناصر تعصب. طب نقضي عليها ازاي؟ عشان ما نبقاش بنحط المشاكل بس، وده اللي احنا ابتدينا نشتغل فيه. قبل بس قبل ما نتكلم عن الحل يا دكتور، انا مستني اسمع النموذج الثالث. احنا اتكلمنا عن كابتن رشوان، اتكلمنا عن كابتن محمد صلاح، النموذج الثالث اللي حضرتك ذكرته في الكتاب الكابتن محمود الخطيب. اها. محمود الخطيب جيل كتير، جيل كبير قوي او اجيال شافته في السبعينات. انا هتكلم عنه كلاعب طبعا، لان هي دي اللي بانت شهرته وطريقه تعامله مع الخصم. الخطيب كان دايما الناس بتبص تشوف ان هو لما كان لعيب بيعمل معاه لعبه عنيفه كان هو الخطيب اللي يقوم يعتذر له. الخطيب كان عنده ذكاء في التعامل مع الاعلام وفي التعامل مع الحاله الرياضيه في الفتره دي، خلته بيتمتع بصفه الروح الرياضيه. وبعد كده لما تدرج في النواحي الاداريه لا اعتقد ان الخطيب من الناس اللي في لقطه شهيره بين الكابتن خطيب كابتن حسن شحاته طبعا لما الاثنين مسكوا ايدين بعض وراحوا حي والجميل. احنا عايزين نتكلم بتفاصيل بقى عن الحلول، يعني احنا فضلنا يعني نرصد المشكلات، عايزين نتكلم على الحلول. بس خلونا يعني استاذنك نروح فاصل ونرجع لحضرتك تاني على طول. فاصل ونواصل.
رجعنا لكم تاني سريعا دكتور عصام. كنا بنتكلم عن رصد لمشكلة التعصب بشكل عام وفي الميديا التقليدية والسوشيال ميديا. عايزين في الثلاث دقايق بقى الكنترول بيقول لي يعني عايزين نعرف ايه الحلول اللي حضرتك طرحها هنا في الكتاب لي ننهي بقى مشكلة التعصب في مصر. الحلول الحلول على كذا مستوى. هنبتدي على مستوى الأسرة. الأسرة هو المحك الأول للشاب المتعصب. تمام. بمعنى أن أنا ما ينفعش كأب أكون بنده على ابني أو بديله أو عايز منه حاجة بصوت عالي وأقول له ما تعليش صوتك. فبالبداية الأسرة لو في حتى رفض لموضوع معين ما يبقاش قدام الأولاد. يبقى أنا أبعده عن فكرة الشحن. الأسرة بتشحن. المنظمات المجتمع المدني، المدارس، الجامعات، دور العبادة، الأندية نفسها لازم يبقى ليها حملات وتركز على القضاء على التعصب الرياضي. تمام. عندنا كأندية احنا عندنا نجوم، والنجوم دي ليها جمهورها وكلامها مؤثر. بالتالي لازم تقوم بدورها. الحاجة التانية يسموها running by model أو by example. بالضبط. ده بالتالي يعني احنا اتعملت حملة إعلامية بتاعت ليالي الإدمان لمحمد صلاح، كان تأثيرها طبعاً قد إيه على الحملة طبعاً أو على المشكلة ذات نفسها. ما دي مشكلة مجتمعية. التعصب الرياضي مشكلة مجتمعية، مشكلة مجتمعية خطيرة جداً. العنف أدى إن احنا وصلنا لحالات تحرش وعنف وتكسير وتدمير. فاحنا لا، يبقى منظمات المجتمع المدني، الأندية، المدرسة، الجامعة، دور العبادة. حاجة تانية، المفروض إن أنا أسمع للجمهور المتعصب. كمنظم، كدولة أو كنادي أو كمسؤول ككيان. أبتدي أسمعه وأبتدي أركز على نقاط الاتفاق اللي بيني وبينه الأول. وأبتدي أنشر مبادئ الروح الرياضية والأخلاق، وأبتدي أفهمه ووعيه إن اللي بيتعمل ده والتعصب ده بيعود بالدمار عليك. لأنه بيعود على دولتك. دوائر الانتماء عندنا الأسرة، الشارع، الحي، المدينة، الدولة. لو حصل ضرر على الدولة هيعود في الآخر عليك. احنا النشاط الرياضي عندنا وقف قد ايه بسبب التعصب الرياضي، بسبب شغب الملاعب. انت بتضر. على مستوى الإعلام لابد ان يكون في تقنين ويكون في قواعد ونظم تحكم الإعلام الرياضي. ودي اعتقد الحركة الأقوى، الإعلام، الدور المنوط به وسائل الإعلام، أعتقد الحلقة الأقوى. ليه؟ طبعاً. علشان الجمهور بيتأثر بشكل كبير جدا بما يقال عبر وسائل الإعلام. الإعلام في العالم كله زي الجرار اللي بيشد القطر كله، هو تمام. المتصدر. لازم نستفيد من قوة الإعلام. عندنا قوة إعلامية جامدة جدا ومتطورة بشكل كبير جدا، لازم نستفيد منها. لازم الإعلام يركز على ده ويطرح ده. وبعدين فكرة انك انت كإعلام رياضي لا، لازم تقود العملية. انت اللي هترجع الجمهور الملاعب، انت هترجع الروح الرياضية. تمام. لازم تبرز الشخصيات والنماذج الإيجابية. احنا ما فيش دولة في العالم عرفت تعمل نموذج للقضاء على التعصب الرياضي. مش عارفة تمسكه. فبتدي نعمل قوانين ونبتدي نعمل قواعد ونظم. وشوفنا الكلام ده في كاس العالم. حجم جماهير قد ايه لدول كان الصراع ما بينها في دولهم الاوروبيه كان بيبقى عامل ازاي، ومع ذلك ما كانش في حاله شغب واحده موجوده في كاس العالم. ده في سيطره كبيره على الجمهور. ده حقيقي. كل حد يقوم بدوره. كل حد يعرف ان انا حريتي بتنتهي عند بدايه حريه الاخرين. اعرف ان انا مسؤول. انا كمشجع لازم المسؤول عن الاعلام وعن الرياضه يحسس ان الجمهور ده عنصر من عناصر اللعبه. هيبتدي يساعد انها تتطور وتزيد. وده في الاخر كله هيعود على ايه؟ على الرياضه المصريه. انت تبقى مبسوط وسعيد بالحاله اللي واصله لها، ما تبقاش قلقان عليها. زي الحاله اللي احنا فيها دلوقتي. لما يجي يطلع الناس دايما بالاسف بيتصدر صوره سلبيه عن الملاعب المصريه، عن اللاعب المصري، عن الدوري المصري، رغم ان في الشغل اللي معمول في الدوري المصري ورابطه الانديه. لا، احنا في تطور من سنه على سنه، بس نسيب الناس تشتغل؟ خلينا نتفائل يعني يا دكتور. اكيد لا، انا متفائل جدا ان احنا بقول لحضرتك احنا بنتطور سنه عن الثانيه. بس لا، انا بتكلم قصدي احنا نتفائل فيما نوصل به القضاء على
التعصب. انا طبعا انا بعتذر طبعا, وقتنا للاسف الشديد خلص, وانا يعني الوقت مشي وانا ما حسيتش بيه. يعني انا استفدت من حضرتك جدا دكتور عصام عبد السلام, اشكرك شكرا جزيلا. طيب قبل ما نطلع للفاصل عايز اقول لكم ان بعد الفاصل هيكون معانا ضيفين, هنتكلم بقى كتير جدا عن الدوري الايطالي وعن كمان الدوري السعودي. خلينا نروح فاصل ونرجع لكم تاني. اهلا بكم, رجعنا لكم مره تانية. هنا بينضم لينا اسلام احمد واحمد عسل. صباح الفل عليكم انتوا الاثنين. صباح الفل اسلام. احنا طبعا عندنا كلام كبير جدا وكتير جدا عن الكالتشو الايطالي, من افضل واقوى الكالتشوهات والدوريات اللي موجوده في العالم طبعا. ومجددا العالم كله دلوقتي بتناول الدوري السعودي. احمد عسل, انت عليك باع طبعا في الدوري السعودي, تحب نبدا بقى بالكالتشو الايطالي ولا الدوري السعودي؟ الكالتشو الايطالي. ماشي. طيب النهارده نابولي بيتعرض للهزيمه الاولى ليه في الدوري النهارده امام ميلان. شايف اداء نابولي شكله عامل ازاي بشكل عام؟ يمكن نابولي كانت خسارته النهارده ممكن تكون مش مفاجاه لناس كتيره, خصوصا ان نابولي 15 مباراه على التوالي بدون خساره. كان متصدر الترتيب بفارق 8 نقط عن اقرب منافس اللي هو ميلان, وكان بادئ الموسم بشكل مثالي جدا سواء على مستوى الدوري الايطالي او دوري الابطال. فكل ده كان معزز فرص وحظوظ نابولي. حتى الارقام كانت بتقول ان مفيش فريق يعني مفيش فريق ما تعرضش للخساره او 15 جوله من الدوري الايطالي الا وكسب الموسم في النهايه. وكان ده حصل لاربع مرات قبل كده, والاربعه ليوفنتوس, والاربعه يوفنتوس حسب اللقب في النهايه. فكانت دي كل دي مؤشرات بتقول ان نابولي بدأ الموسم بشكل خرافي وشكل ممتاز جدا على عكس اللي كان متوقع منه. فبالتالي خلاص نابولي داخل المباراه النهارده وهو ليه اليد العليا قدام انتر. انتر النهارده داخل مدعوم بقى بعوده رومولي لوكاكو بعدد كبير من اللعيبه اللي موجودين. يمكن برده كان غياب مارسيلو بروزوفيتش مؤثر, بس وجود هاكان شالهانوغلو لاعب خط الوسط ويمكن صانع العاب, بس النهارده لعب صانع العاب متاخر او ريجيستا زي ما بيقولوا في ايطاليا. فكل ده ساعد ان انتر كمان ان هو يلعب الكره الهجوميه اللي هو كان عايزها, ولعب ان هو استفاد من المشاكل الموجوده في دفاع نابولي خصوصا على مستوى الظهيرين. ظهيرين انتر سواء دي ماركو او سواء حتى معلش انا اسف نسيت الاسم, بس ظاهرين انتر النهارده عملوا مباراه ممتازه جدا على مستوى الهجومي. ظهروا بشكل ممتاز جدا وسجلوا وكانوا هيسجلوا اكتر من هدف في الشوط الاولاني, ممكن ضيعوا فرصتين كل واحد فيهم. في الشوط الثاني لا, كان دارميان بقى او دي ماركو ليهم اليد العليا خصوصا على مستوى الاطراف, فكل ده ساعد انتر في ان هو يبسط سيطرته. دي ماركو هو اللي صنع الهدف لديزيكو, فده كل ده ساعد. كمان دفاعيا انتر كان افضل بشكل واضح جدا النهارده. اي لعيب من نابولي كان موجود في الشق الهجومي كان قدامه على الاقل لاعب او اتنين من انتر, فكل ده كان بيكسر فرص ان نابولي يعمل هجمات منظمه او هجمات قويه وسريعه زي ما كان متعودين عليهم في بدايه الموسم. طيب يعني مع انتهاء الجوله دي في الدوري الايطالي عندنا نابولي, انتر ميلان, يوفنتوس, واي سي ميلان. ترتيب الدوري الايطالي شايفه ازاي وتقارب الانديه في النقاط ما بينهم؟ تاني فرق نقطتين او طبعا بخلاف نابولي فرق 5 نقاط عن التاني. يمكن هو نابولي كان خلاص وسع الفارق بشكل واضح قوي قبل كاس العالم, وثمان نقط ده كان فارق مريح, فهو ده لغايه النهارده برده بيتباع ده رغم الخساره بيديله اريحيه. لكن على الناحيه الثانيه ميلان النهارده بالمكسب بتاعه الصبح كان برده زود الضغوط على نابولي, بقى الفارق ما بينه وما بين نابولي 5 نقط. نابولي لسه بعد جولتين عنده يوفنتوس, فتبقى برده مباراه قويه على نابولي. لو خسرها هتقلل الفارق اكتر لو ميلان قدر يستفيد. يوفنتوس نفس الكلام في المركز الثالث, 7 ماتشات على التوالي بدون خساره, 7 ماتشات من دون من بيستقبل اهداف. انتر برده بدا يفوق خصوصا بعد فوزه على برشلونه في دوري الابطال, تحس ان الفريق خد زخم وبدا يفوق بعد الخسائر الماتشات الكبيره اللي كان بيتعرض ليها في قبل كاس العالم. فكل ده ساعد ان الدوري الايطالي العناصر متقاربه او الفرق كلها متقاربه في جدول الترتيب. نابولي يمكن اللي فارق شويه, لكن مع خساره النهارده اعتقد ان الدنيا او الاوضاع في جدول الدوري الايطالي هتبقى مختلفه في الفتره الجايه. عظيم جدا. طيب احمد, احنا كنا يعني على مدار اليومين اللي فاتوا كنا بنتكلم عن صفقه القرن بالنسبه للسعوديه, صفقه انتقال دون كريستيانو رونالدو, واتكلمنا على اهميه الصفقه دي من الجانب التسويقي, جانب الارقام يعني, وكمان الجانب الفني. بس الناس كلها بتتساءل امتى
موعد الظهور الأول لكريستيانو رونالدو بقميص نادي النصر، بكرة في ماتش الطائي ولا يوم الأحد؟ هو الحقيقة عشان رونالدو يشارك مع النصر في ثلاث حاجات لازم يحصلوا الأول قبل ما يشارك مع النصر. أول حاجة إن نادي النصر دلوقتي حاليا عنده 9 لعيبة أجانب، فده شيء اللوائح في الدوري السعودي بتقول إن كل نادي يحق ليه 8 لعيبة أجانب بس، فبالتالي بانضمام رونالدو النصر عنده 9 لعيبة أجانب، فبالتالي النصر أولا محتاج يتخلى عن لاعب من التسعة الأجانب اللي عنده. هو ده يعني أنا مثار استغرابي لما رأيت الخبر ده، إزاي يتم استخدام أصلا لاعب ولاعب رقم 9 واللوائح بتاعتهم فقط 8 لعيبين أجانب في الفريق، فإزاي يستخدموا التسعة ولسه التاسع يعني وما يعرفوش هم هيتخلوا عن مين او هيبيعوا مين او يمشوا مين من الفريق. هو الموضوع بالنسبه لهم مش صعب، فكره ان انت اولا هتضم كريستيانو رونالدو فده حاجه، دي حاجه كده كده يعني ما فيش فيها مشكله يعني، لكن الفكره كلها ان هم عندهم حاليا 3 اختيارات بيفضلوا منهم ان واحد منهم يمشي يعني. احنا بنسمع مؤخرا ان عندهم فينسنت ابو بكر مهاجم منتخب الكاميرون، عندهم جلال الدين مشاريبوف اللي كان في فتره من فترات قريب من النادي الاهلي، عندهم بيتي مارتينيز ده لاعب ارجنتيني، واحد من الثلاثه دول من المؤكد ان هو هيمشي خلال الساعات اللي جايه دي. سمعت ان في مشاكل مشاريبوف عاملها عشان هو اصلا كان بيرتدي قميص رقم 7 اللي اخده طبعا كريستيانو رونالدو. هو الخبر ده انتشر على السوشيال ميديا بطريقه غريبه جدا لدرجه ان بعض الناس قالت ان النصر فسخ عقد مشاريبوف، لكن ده خبر كاذب تماما يعني مش مظبوط. مشاريبوف حتى على حسابه على الانستجرام خلال امبارح والنهارده شفناه منزل صوره مع كريستيانو رونالدو بيرحب برونالدو، مشاريبوف هيرتدي رقم 77، ما كانش عنده اي مشكله خالص ان رونالدو ياخد الرقم 7. اللاعب لسه موجود لحد دلوقتي مع النادي وبيتمرن مع النادي، اتمرن النهارده وامبارح مع رونالدو، فطبعا الخبر ده مش صحيح تماما يعني. طيب نرجع تاني للكالتشو الايطالي، انا يعني عايزين ناخد خبر من الدوري السعودي وخبر من الدوري الايطالي. ميلان ليه الموسم التالي على التوالي اداؤه قوي رغم ان تقريبا ما فيش يعني عمل صفقات من العيار الثقيل، تفسر ده بايه؟ يعني ذكاء مدرب، قوه مدرب، ولا اللعيبه هي اللي عندها الكاش او الرغبه ان هي تعمل ده اقوى؟ الاثنين مع بعض. الفريق من 5 أو من 6 سنين تقريبا هي نفس المجموعه بس كانت عناصر شابه، كان برضو عليهم عناصر ثانيه موجوده ومشيت من الفريق زي فرانك كيسي، هاكان شالهانوغلو او دوناروما. الفريق كان موجود بس كان دايما بيوصل للمرحله الاخيره من المنافسه في اي مركز، سواء مثلا على مركز دوري الابطال او على مركز دوري اوروبي، كان دايما في الوقت اللي بيبقى بينافس فيه على المركز اللي هو عايزه النتائج بتتراجع، الفريق ما بيحققش اللي مطلوب منه في نهايه الموسم. ميلان في اخر سنتين وخصوصا مع وصول زلاتان ابراهيموفيتش حقق لهم دفعه ضخمه جدا على مستوى الشخصيه وعلى مستوى اللاعبين، حتى كل لاعب في الفريق بعد ما كسبوا الدوري السنه اللي فاتت، ومش لازم بعد ما كسبوا حتى الدوري، من قبل كده كلهم كانوا بيتكلموا على تاثيره وازاي خلى كلهم يفكروا حتى بره الملعب بره يعني. الملعب وجوه الملعب، فكره ان هو خلاص وجه انظارهم ان مفيش حاجه قدامي غير ان بنزل عشان اكسب، بنزل بموت نفسي في الملعب، بعمل كل اللي عليا عشان اقدر اكسب، فبالتالي كل اللعيبه ديت عقليتها اتغيرت، كل اللعيبه ديت وهي لعيبه شابه وعندها المهارات والامكانيات، بس كان ينقصها الشخصيه وبينقصها مدرب بيعرف يطوع العناصر ديت في ارض الملعب. في السنه اللي فاتت خلاص بقى ميلان بقى المجموعه بقت منسجمه جدا مع بعض، بقى ليهم شكل واضح من الموسم اللي قبل اللي فات اللي نحوا فيه في المركز الثاني، فبالتالي شفنا ميلان الموسم اللي فات خلاص بقى في الجوله الاخيره بس الفريق واقف على ارض صلبه بيقدر يكسب الدوري قدام انتر. السنه دي الفريق متراجع بعض الشيء بس محقق مكسب الناحيه الثانيه على مثلا ان هو تاهل لدور 16 من دوري الابطال. السنه دي ممكن فارق تقريبا نقطتين على اللي نفس اللي وصل ليه في نفس المرحله في الدوري الايطالي، لكن على الاقل لا انا بكسب شيء قدامه شيء تاني ممكن اكون اخسره، بس انا لسه في المنافسه مش بعيد، وانا نفس الفريق اتضاف عليا بعض العناصر مش ممكن ما تكونش هي الاسامي الضخمه واللي هي حققت الفارق، لكن انا ماشي بنفس الخطه الثابته على نظام ان انا بنافس على لقب الدوري على الاقل. طيب على الصعيد الاخر يوفنتوس السنه اللي فاتت ما كانش الاداء بتاعه افضل اداء، بنشوف السنه دي الاداء بتاعه طبعا على صعيد الارقام بيحقق يعني ارقام افضل بكتير مقارنه بالموسم اللي فات، بس المشكله يعني علامات الاستفهام على يوفنتوس، يعني الاداء بتاعه مش افضل حاجه يعني. لو مثلا اتكلمنا مثلا عن البريمير ليج هنلاقي مثلا الفريق المتصدر الجانرز الارسنال بيجمع ما بين الحاجتين، ما بين الاداء العالي الجميل اللي فيه متعه كره القدم
والنتائج، يوفنتوس مش عارف يحقق المعادله دي لغايه دلوقتي. هو أليجري ما قبل تجربته الحاليه مع يوفنتوس، يعني هو كان أليجري موجود مع يوفنتوس لمده 4 مواسم، رحل لمده موسمين كان في فتره راحه زي ما بيقولوا، ورجع تاني ليوفنتوس. في خلال الموسمين دول تحس ان أليجري نسي المبادئ بتاعه الكوره وكل الشغل اللي هو كان بيعمله، فدي كانت مشكله ليوفنتوس. السنه اللي فاتت قدر في النهايه ان هو يوصل دوري الابطال، لكن السنه دي الظروف برضو فيها بعض الشيء ما عنده لسبب، يعني الاصابات كثيره جدا في صفوف الفريق، فخليته يعتمد على مجموعه كبيره من الشباب زي ماتياس سولي، زي ايلانج، زي نيكولا فاجيولي، فشفنا اسماء كتير موجوده في خط وسط يوفنتوس او في الفريق بشكل عام احنا اصلا ما كناش بنشوفها قبل كده، وده برضو غصب عنه، بس بتديله المكسب اللي هو عايزه، لكن باقل شكل ممكن وباقل اداء ممكن، وبالتالي دايما على اداء يوفنتوس في الدوري الايطالي هو علامه استفهام. شفنا ده في دوري الابطال، بالنهايه الفريق حقق 3 نقاط فقط بس في دوري الابطال، وتاهل بيها للدوري الاوروبي، يمكن من زمن ما شفناش تقريبا من 5 أو 6 سنين يوفنتوس ما راحش الدوري الاوروبي. ففكره ان يوفنتوس يكون موجود في الدوري الاوروبي، وفكره الاداء المتواضع اللي يوفنتوس بيقدمه في الدوري، خصوصا حتى على المستوى الهجومي، الفريق ما عندوش شكل هجومي، يعني في النهارده في مباراه كريمونيزي الفريق ما عندوش اي شكل هجومي، الفريق سجل هدف في الدقيقه 91 من ركله حره مباشره. ما ينفعش يبقى يوفنتوس نفسه ينافس على لقب الدوري او هدفه الاساسي ان هو بينافس على لقب الدوري، وفي نفس الوقت بقدر ان انا اكسب فريق ما كسبش ولا ماتش في الموسم على ارضه بهدف من ركله حره مباشره. يعني كان ممكن لو ما جاتش ماتش خلص بنتيجه سلبيه، يوفنتوس نتيجه ال7 ماتشات بالفوز المتتالي كان كل ده ممكن يروح، هيتراجع في الترتيب بعض الشيء، لكن اداء يوفنتوس علامه استفهام مع أليجري. ممكن بعد بقى عوده الاصابات، مع ان الفريق يبدا نخش بقى فيه العناصر الاساسيه زي فيدريكو كيزا، موسكين النهارده ما كانش موجود بشكل اساسي، نزل كبديل، الاثنين عملوا فرق في شكل اداء يوفنتوس، مع بقى عوده بول بوجبا، مع عوده انخيل دي ماريا، كل العناصر دي ممكن نشوفها تحقق مع يوفنتوس نتائج كويسه في الفتره اللي جايه. عظيم جدا. نرجع للدوري السعودي احمد، من ضمن علامات الاستفهام، من ضمن الشائعات بالإضافة لشائعات الاستغناء عن ماشاريبوف، بيقال أن نادي الهلال كان داخل على خط المفاوضات مع كريستيانو رونالدو، بيحاول أنه يزاحم نادي النصر السعودي. دي كانت برضو من الشائعات ولا ده خبر حقيقي؟ ده كان خبر صحيح. نادي الهلال هو فعلا هو اللي بدأ المفاوضات مع رونالدو قبل النصر، يعني ما كانش بيزاحم النصر كمان. الهلال هو النادي السعودي اللي بدأ المفاوضات مع رونالدو من بدري جدا، من قبل شهر 4 مثلا. لكن رونالدو وقتها ما كانش مقرر خالص ان هو يبعد عن اوروبا. وبعد كده طبعا نادي الهلال يعني توقع عليه عقوبه المنع من التسجيل لفترتين، في الصيف اللي فات وفي الشتاء شهر يناير. ده كان ليه مديونات؟ لا مش مديونات، كانت قضيه لاعب محمد كانو، لاعب المنتخب السعودي، كان موجود مع المنتخب السعودي في كاس العالم. محمد كانو كان عقده قرب ينتهي مع الهلال، وبعدها جاله عرض من نادي النصر ووقع لنادي النصر، ثم وقع لنادي الهلال مره ثانيه، فبالتالي وقع للناديين. فتم ايقاف نادي الهلال من تسجيل اللاعبين لفترتين. فبالتالي رونالدو خلاص كان الموضوع بعيد عن الهلال خالص. دخل وقتها نادي النصر لما بدا يحصل مشاكل بين رونالدو وبين نادي مانشستر يونايتد، ووقت يخش على كيو نادي النصر بالظبط. وقت الحوار الشهير مع بيرس مورجان، طبعا الحوار اللي أثار ضجة كبيرة، يعني نادي النصر بدأ يتكلم مع رونالدو، بدأ يتكلم مع وكيل رونالدو، بدأت المفاوضات بعد ما تم فسخ العقد من مانشستر يونايتد، المفاوضات بدأت تبقى أكتر وتبقى جدية أكتر. وقتها حسب ما بيتقال من صحيفة الرياضية اللي هي طبعا المصدر الأول في السعودية، إن وكيل رونالدو بلغ مسؤولي النصر إن احنا عندنا عرض نادي سعودي من نادي الهلال، والعرض أكبر من عرضكم. وقتها نادي النصر رد عليه، قال له ان الهلال ممنوع من التسجيل فمش هيقدر يضم رونالدو. فبالتالي تواصل وكيل رونالدو مع نادي الهلال، انتوا موقوفين من التسجيل. فعلا احنا موقوفين من التسجيل، لكن العقوبه هنعمل استئناف وممكن العقوبه تتلغي. العقوبه ما اتلغتش، النصر فضل بيفاوض رونالدو، قالوا لهم احنا هنقدم نفس العرض اللي كان نادي الهلال مقدمه، وطبعا كان الرقم اكبر من رقم الهلال. بدأت المفاوضات تبقى أكثر جدية في كأس العالم تحديدا. مسؤولين نادي النصر تواصلوا مع رونالدو وقعدوا معه شخصيا في الدوحة. رونالدو اداهم كلمة ان هو يعني موافق مبدئيا، لكن بعد كأس العالم هيتم حسم كل شيء. وبالفعل رونالدو بعد كأس العالم حسم أمره، وما كانش عنده تقريبا يعني عرض افضل من عرض نادي النصر، وبالتالي انتهى كل شيء وانضم لنادي النصر. يعني شفنا حتى كمان في المؤتمر الصحفي المذيع كان بتساله هل اداء الفريق السعودي كان ليه يعني شكل من الاشكال ان هو يغير رايه ويروح يلعب في الدوري السعودي. طيب احنا كنت بسالك على
الظهور الاول لكريستيانو رونالدو بتيشيرت النادي النصر هو ديفينتلي مش هيكون بكره ان شاء الله. هو بالنسبه كبيره مش هيكون بكره. واحنا قلنا يعني عشان نرجع للنقطه دي ودي نقطه مهمه يعني احنا قلنا ان طبعا النادي عنده 9 اجانب حاليا فمحتاج ان هو يتخلى عن لاعب وده شيء مش صعب. انا اتوقع ان خلال الساعات الجايه النادي هيعلن ان في لاعب هيرحل لاعب اجنبي من الثلاثه اللي انا قلتهم. لكن في حاجتين كمان لازم نادي النصر يعملهم علشان رونالدو يقدر يشارك بشكل رسمي مع الفريق. الحاجه الثانيه هي البطاقه الدوليه رونالدو. رونالدو طبعا قبل ما يمشي من مانشستر يونايتد كان اتوقع عليه عقوبه ايقاف مباراتين فبالتالي كل الناس التكهنات بتزيد ان رونالدو هل العقوبه دي هتترحل لفترته مع نادي النصر. ده مش هيبان غير لما نادي النصر يتلقى البطاقه الدوليه لكريستيانو رونالدو هيعرفوا وقتها هل هيتم ايقافه مباراتين او لا. دي نقطه مهمه طبعا هتحدد كريستيانو رونالدو هيبقى موجود في مباراه الاتفاق او الشباب حاجه من الاثنين يعني لان مباراه الطائي خلاص الموضوع هيكون صعب ان رونالدو يعني الورست كيس سيناريو المفروض يعني السيناريو الأسوأ رونالدو هيكون هيلعب مع اول مباراه لكريستيانو رونالدو مع نادي النصر هيكون امتى؟ توقعي الشخصي يعني ان هتكون مباراه الاتفاق في الدوري تقريبا 21 يناير ده توقعي يعني اتوقع ان رونالدو مش هيلعب مباراه الطائي والمباراه اللي بعدها هتكون ضد نادي الشباب اتوقع برضو ان هو ممكن ما يلحقش المباراه دي. رايح حال انا بشكرك شكرا جزيلا احمد عسل. بشكرك شكرا جزيلا اسلام احمد. شكرا. بشكركم شكرا جزيلا. بكده نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده. ان شاء الله يوم الاحد باذن الله البرنامج يرجع مع زميلنا الاعلامي الرياضي المتالق كريم رمزي. اشوفكم على خير. السلام عليكم.